ده؟ يا دكتور، هو أنا مش لاقية الوريد بتاعه خالص ليه؟ عشان أنتي مش ماسكة إيدي صح. الوريد هتلاقيه هنا، بصي في الحتة دي بالظبط. أيوة، يلا يلا. طيب حاضر. أنجوري قصدك النبض، ركزي شوية بقى. الله ينور عليك، النبض سريع كده ليه؟ يا عيني، طول عمر قلبك خفيف يا أنجوري، ممرضة إيه؟ أنتِ لا يمكن تنفعي طبعًا. يا دكتور اتصرف، النبض السريع ده كده معناه إيه؟ لسه قايل لك إيه؟ نبض سريع يبقى الضغط عالي، قولي لي تعملي إيه لو الضغط عالي؟ تعمل أكل؟ بتقول إيه؟ بقول تلحقه بحاجة ياكلها توطي الضغط. ايه؟ هو الاكل مهم طبعا وانا بحبه زيك كده، بس في حاجات ما ينفعش معاها الاكل. ضغطك عالي لازم تاخد حقنة يرجع يتزبط. ايوه صح، فين القطنة دي؟ مرة واحدة بس قولي كلمة صح يا انجوري بقى. هي مش كده، قصدك حقنة صح؟ الله ينور عليك. بصي، انتي مش لازم تديني حقنة بجد، ممكن تعملي نفسك بتغرزيها بس، وانا بقى لما تعملي كده همثل. ايه؟ واحنا هنمثل ولا ايه؟ انت جاي تهزر؟ احنا في تدريب بجد. ايه هو ده؟ انت مريض حقيقي وهتاخد حقنة، وساعتها بس التدريب بتاعها هيبقى خلص وتقدر تشتغل ممرضة. يا ماما، دي حقنة بجد؟ ها؟ أيوة، حقنة برتقان. أنجوري اديله الحقنة. لا طبعا، خدها أنت. إزاي الكلام ده يعني؟ أنا الدكتور، أنت العيان صح؟ لا، مين اللي قالك كده؟ أنا مش عيان، أنا زي الفل. بص أهو كويس قوي. من شوية صغيرين كنت عيان، هو حصل إيه؟ ما أنا كنت بهزر معاك وهزار مش أكتر. بس أنا ما بهزرش. أنجوري اديله دي. اتعودي على المرضى الخوافين، ما هو كل مهنة وليها صعوباتها. ده بقى تعملي معاه ايه؟ تمسكيه كده وتروحي جايباه على السرير وتنيميه على بطنه كده بس، وتروحي غرزة الحقنة على طول. طيب حاضر، جاي. لا لا لا، يلا هيفلت مني. يلا استعد. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.